تقديراً لتفوقهم في امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، كرمت مديرية التربية بإدلب 31 من أبناء المحافظة المتفوقين ضمن حفل فني على مسرح مجلس مدينة حماة. الاحتفالية هي ضمن أعياد تشرينين، تشرين التحرير وتشرين التصحيح، بهدف رفع معنويات طلابنا ومتمنين لهم كل النجاح والتفوق وبناء سوريا القادمة، بناء سوريا التي تتطلب هذه العقول النيرة لتجاوز المحنة التي نعيشها حاليا. هذا التفوق هو تفوق استثنائي رغم هذه الظروف الصعبة اللي نحن مرينا فيها، ظروف استثنائية جدا، لكن حسننا نحقق هذا التفوق. بنوجه للطلاب اللي بعدنا أنه يعملوا أقصى جهدهم لحتى يتفوقوا، لأنه شعور التفوق ما في منه، وأكيد اليوم نفتخر بوطننا وأكيد وطننا بيفتخر فينا وبتفوقنا. التفوق هو شيء جميل، إحساس جميل، بعد طبعا تعب وسهر وعناء بالرغم من كل الظروف الصعبة. طبعا شيء كتير بفتخر فيه، وخاصة أنه هذا الفخر وهذا التفوق بقدمه لإدلب مع أنها هي مدينتي، وشعوري اليوم ما بيوصف، شعور كتير حلو أنه مدينتي هتكرمني. الحفل تضمن كلمات عن النجاح وما يبذله أبناء محافظة إدلب للحصول على نتائج مميزة في جميع المراحل الدراسية، وعرض فيلم وثائقي عن الطلاب المكرمين، وقدمت فرقة أوغاريت فقرات غنائية منوعة، وفي نهاية الحفل تم تقديم شهادات التكريم للمتفوقين وتقديم الشكر لهم على ما قدموه. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة.